عبر عن نفسك للورقة والقلم. Deliver your message in a form of a lesson. وخلي الميكروفون سلاحك تتفهم. So rap to the world. Let's start the show. بيت الهيب هوب. We are here. احنا هون اول يوم في بيت الهيب هوب. انا جاهز وكساي جاهز. And of course, Shadia, she's always ready. But I don't know. The kids, they don't know what they're in for. It's a lot of work. So we don't put up with no bullshit. أول انطباع جالي لما دخلت بيت الهيب هوب حسيت ان جات لي الفرصه ان انا اقدر اوري الناس ايه الحاجه اللي انا تعبان فيها بقالي سنين وممكن ان شاء الله يعني الناس كلها تعرف ان في هيب هوب عربي بجد بيتعمل زي بره بالظبط بس الفرق ان هو بلغتنا وبيعبر عننا احنا وبيبين الحاجات اللي جوانا واللي احنا عايشينها. يعني حسيت انه من هالمكان راح يتغير كتير امور بحياتي في مرحله راح اتخطاها يعني للامام يعني من هالمكان بالذات وان شاء الله بيكون هالمكان خير علي وعلى الكل. اول انطباع طبعا احنا اول ما دخلنا البيت يعني اول شيء الحمد لله ان دخلنا البيت من ضمن يعني الرابرز العرب اللي تميزنا بصراحه البيت جدا جميل موقعه جدا رائع انبسطنا بصراحه وداخله يعني مريح جدا جدا لابعد حد الحمد لله على كل حال. والله جميل وجميل يعني مش أجمل من ذلك هو جاي في 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 جزيرة وهذه جزيرة ما هيش أي جزيرة يعني أحلى جزيرة في العالم. Day one الشباب دخلوا البيت يتأقلموا على البيت اختاروا الغرف يشوفوا الأوضاع كيف. نبيل عبد الرحمن أمين ويوسف طبعا. لما قالوا لنا إن إحنا محتاجين نقسم نفسنا فريقين فريق قصاي فريق شادية قعدنا نحاول يعني نشوف ايه ليه ممكن تكون مع قصاي وليه ممكن تكون مع شادية. ترى ما تفهم كلام شادية مالها ما تفهم كلام صح فانا اقول قصاي يفهم كل شيء اقوله انا ما حقول كل شويه فسر حتى على يوسف انه ما تفهم كلامه يعني والله اكثر مره قلت لك عيد انا ما عنديش مشكله وين وين اهلي تدرب من يعني هو يعني اوكي يعني انه الكل أنا هو عنده سبب يعني هو قال لك شادي ما بتفهمش كلامه انا عندي اقتراح حلو عندي اقتراح حلو اوكي الحين انتوا الاثنين فروم واحد صح؟ طب واحد مع قصي وواحد مع شادي احنا نفس النظام ما بتفرق يعني نفس الشيء يكون في نفس الشيء في شيء حلو انه الاثنين يموتوا بعض من ايوه حبيبي بس في شغله هلا انه انا وامين انه قريبين كستايل انه قريبين على بعض اكثر انا وعبد الرحمن مع بعض على طول ونعرف بعض من زمان فقلنا خلاص يبقى ما ينفعش احنا الاثنين نكون في نفس الفريق عشان يكون في تغيير ويكون في تحدي. مين يبغى منكم يكون مع قصي؟ انت خلاص كده مع شادية؟ ايه انا مع شادية اروح مع شادية خلاص اوكي شادية خليك مع شادية مين بصير خليك مع شادية تعال انت معنا خلاص انا ونبيل مع قصي وانت خلاص اوكي يوسف مع شادية أول سبب خلاني أختار قصي سعودي يعرف الشيء اللي أنا مفروض أكتبه واللي مفروض ما أكتبه يعرف حدي فين هو يعني أما شادية يمكن نقول إنها هي متربية في الخارج في أو إنها عايشة في لندن ما هي عارفة أحوالنا في السعودية كيف ما هي عارفة أوضاعنا كيف نحن عندنا أشياء نتكلم فيها عندنا حدود يعني نجري يعني نقدر نتحاور فيها صح إذا كنت شادية ما تفهمكش أنا كيفاش أنا ماني فاهمك ذحين إيه
انت عندك وقت معايا وما فهمتنيش كيفاش بالاشاره. هو الاختيار كان هما اثنين اختاروا هما الاولين، بقات شاديه، وشاديه هي ما فيش مشكل يعني. صراحة من اول ما جيت البيت ما كنتش عارف ايه اللي بيحصل، ولا عارف ايه النظام، مش عارف هعمل ايه بكره، مش عارف هعمل ايه دلوقتي، مش عارف انا هنا اصلا عشان اعمل ايه.